الرحمن الرحيم. معالي الأخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، أصحاب المعالي وزراء الخارجية، معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة رؤساء الوفود، أصحاب السعادة السفراء المندوبون الدائمون، الحضور الكريم، في البدء أتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن إدارتها للدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية، وأهني دولة قطر الشقيقة على توليها رئاسة الدورة الحالية متمنين لها كل النجاح والتوفيق. والشكر موصول للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود المبذولة وحسن التنظيم والترتيب لاجتماعات دورتنا هذه. أصحاب المعالي والسعادة، نلتقي مجدداً في بيتنا العربي الكبير جامعة الدول العربية في اجتماع مجلس الجامعة في دورته الاعتيادية 155. إن اجتماعنا هذا يجسد مجدداً الإيمان بالتعاضد والتضامن العربي كإرث راسخ لا يتغير مهما كانت التحديات ومهما اشتدت المحن، إذ نجتمع اليوم في ظل تطورات وتحديات كبيرة تواجه بلداننا وشعوبنا العربية. اتسعت فيها دائرة التدخلات الخارجية على نحو أصبحت تمثل خطراً محدقاً على سيادة أوطاننا، وتسهم في إشعال القلاقل والحروب، وتحرض على هدم مؤسسات الدولة الشرعية، وتعرقل حركة التنمية والتقدم والبناء، وهو الأمر الذي أصبح يحتم علينا استعادة المبادرة وتعظيم المصالح العليا لأمتنا وجعلها فوق كل اعتبار. أصحاب المعالي، ستظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، ونحن في الجمهورية اليمنية على العهد باقون ولن نحيد، وسنبقى دائما إلى جانب أشقائنا في فلسطين في سبيل حتى استحادة ونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أن إرساء السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق بتجاهل المطالب المشروعة لأصحاب الأرض أو مخالفة الشرعية الدولية أي كان ذلك وبأي مسمى. ونحن على ثقة بأن الشعب الفلسطيني سوف يحقق طموحاته في نيل حقوقه المشروعة، وستظل اليمن قيادة وحكومة وشعبا داعمة ومساندة لنضال الشعب الفلسطيني وصموده التاريخي حتى نيل كافة حقوقه. أصحاب المعالي والسعادة، إن شعبنا في اليمن وهو يواصل كفاحه ومقاومته للعواقب والآثار الكارثية التي نتجت عن انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية وعلى توافق القوى السياسية اليمنية، إنما يكافح ويقاوم في نفس الوقت في الجبهة الأمامية لصد العدوان عن الأمن القومي العربي من خلال تصديه لمؤامرة غرس خنجر النظام الإيراني ليس في اليمن وحسب، بل في خاصرة الوطني العربي بأكمله. وتواصل الحكومة اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية ومع كل القوى الخيرة في الوطن العربي والعالم سعيها منذ وقت مبكر إلى إنهاء هذا الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ورحبت الحكومة اليمنية بكل المبادرات في هذا الشأن، بما فيها إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة نيتها تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق التسوية السياسية في اليمن، وتعيين مبعوث أمريكي خاص لهذا الغرض. وكما عبرنا على الدوام، فإننا ندعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفيس للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي المقدمة منها القرار 22-16. إننا ننشد السلام ونعمل من أجل تحقيقه، كما نعمل من أجل إعلاء المصالح العليا لشعبنا وتحقيق إرادته الحرة فأن يعيش في أمن واستقرار ورخاء وعزة وكرامة. وفي المقابل
تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها وانتهاكاتها اليومية وتقوض جهود السلام بما في ذلك تهربها من تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق ستوكهولم ونقضها لكافة الاتفاقات وتحويلها لجميع مبادرات السلام والتهدئة إلى فرص جديدة للاقتتال والحرب. أصحاب المعالي والسعادة، اليوم وبعد هذه السنوات المريرة من تمرد هذه الميليشيات بدعم مكشوف من طهران، تواصل هذه الميليشيات انتهاكاتها لكافة القوانين والأعراف الدولية وممارسة القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وتجنيدهم كمقاتلين والزجبهم في حروبها العبثية في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع لفريق التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، استمر مسلسل اعتقال النساء والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا في انتهاك لكل الأعراف والتقاليد الاجتماعية اليمنية والإنسانية، كما زج بالصحفيين والإعلاميين في السجون وتم تغيير أحداث تغيير خطير للمناهج الدراسية في اليمن بالاستناد إلى معتقدات عنصرية وسلالية تم استيرادها من إيران. أصحاب المعالي والسعادة، في هذه اللحظات التي نجتمع فيها في هذه القاعة تواصل الميليشيات الحوثية مساعيها لإطالة أمد الحرب وإجهاض جهود السلام من خلال تصعيدها العسكري المستمر في محافظات مأرب وتعز والحديدة والبيضاء والضالع، وتواصل الميليشيات الحوثية حاليا وعلى نحو همجي استهداف المناطق المكتظة بالسكان في مأرب الصامدة بقذائف الدبابات والمدافع وبالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما في ذلك الاعتداء على مخيمات النازحين التي يقطنها مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين لجأوا إلى مأرب هربا من انتهاكات هذه الميليشيات. إنني أحيي الصمود البطولي للجيش الوطني والقبائل اليمنية الباسلة وهي تسطر البطولات وتقدم الشهداء الأبرار في معركة مأرب التي تريد إيران من خلال إسقاطها تركيع الجمهورية وإعادة النظام الإمامي لليمن، ولكنهم خسئوا وخاب مسعاهم. كما أنني أدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الميليشيات الحوثية لإيقاف التصعيد العسكري وتنفيذ الاتفاقيات والرضوخ لصوت العقل ودعوات السلام والوقف الفوري للعمليات العسكرية التي شردت وعرضت حياة عشرات الآلاف من المدنيين الآمنين للخطر، وأدعو المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل بشكل عاجل ودون تأخير لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين في محافظة مأرب ومساعدتهم على الصمود أمام العواقب التي تترتب على بطش تلك الميليشيات. أصحاب المعالي والسعادة، أغتنم مجددا هذه المناسبة كي أوجه نداء عاجل للأمم المتحدة والرأي العام والعالمي بشأن تفاقم المخاطر المحتملة الناجمة عن استمرار رفض الميليشيات الحوثية السماح للأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر. إن السفينة الرأسية أمام السواحل الغربية لليمن تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وينذر وضعها المتهالك بحدوث كارثة بيئية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة بأكملها. أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي في هذا المقام أن أجدد الشكر لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على وقفتهم الصادقة والأخوية معنا وعلى ما يبذلونه من جهد لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب وإنهاء المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الوقت ذاته نثمن ونقدر المساعدات القيمة التي قدمها أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي تحالف دعم الشرعية وكافة الدول العربية في اليمن في مجال الإغاثة والمساعدة في خطط الحكومة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. ونتوجه بالشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة وللأمم المتحدة في المشاركة في المؤتمر الدولي لمانح اليمن الذي انعقد في الأول من مارس الجاري، وندعوهم للإيفاء بتعهداتهم لتوفير تمويل فوري لجهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن. وتعبر الحكومة اليمنية عن تضامنها مع موقف الأشقاء في مصر والسودان في قضية سد النهضة لضمان حقوقهما ومصالحهما وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة، ونثق في حكمتهما في التعاطي المسؤول مع هذا التحدي. اليوم
أكثر من أي يوم مضى تفرض المسؤولية الوطنية والتاريخية علينا إعادة تفعيل جهدنا العربي المشترك والتصدي لكل هذه التحديات الماثلة أمامنا بإرادة خالصة وصادقة. أتمنى لأعمال دورتنا هذه التوفيق والسداد ولما فيه خير أمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.